يقول: ما هو واجب المسلم نحو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وما حكم الذين ينتقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أصول عقيدة المسلمين وأهل السنة والجماعة احترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته، يحترمهم ويقدرهم ويجلهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات وأقاربه من المسلمين والمؤمنين.